بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مستمرين وياكم في سلسلة شروحات منهج المايكروتك لنيل شهادة الـ MTCNA. محاضرتنا راح تكون عن كيفية عمل configuration، يعني getting started للمايكروتك، لجهاز المايكروتك. يعني انت اشتريت جهاز مايكروتك وتريد تسوي له configuration، كيف ان تتم العملية. طبعا بالبداية انت لازم تربط الجهاز المايكروتك، يعني تربط الكيبل الانترنت، تربطه على الايثر واحد، وبعدها انه تفتح الوين بوكس وتكنك على ايش، على الماك ادريس، من خلال ايش، من خلال الادمن. واكيد انه راح يكون الباسورد بلانك، يكون الباسورد بلانك، وتدخل على ايش، جهاز المايكروتك. راح بالبداية يعطيك الـ Default Configuration، أكو Configuration بالجهاز. إحنا حالياً راح نمسح كل هذه الـ Configuration، يعني إذا تلاحظون أنه أنا عندي أصلاً يعني بث على هذا إيش، على هذا المايكروتك، يعني حالياً أنه أنا يعني أستلم وكذلك أرسل الإنترنت سيرفيس من خلال هذا المايكروتك. فنروح على System، نروح على System، ونروح على شنو، ريسيت كونفيجريشن، على ريسيت كونفيجريشن. من ريسيت كونفيجريشن ننقر على نو ديفولت كونفيجريشن، على نو ديفولت كونفيجريشن، واقول له شنو ريسيت كونفيجريشن. ريسيت كونفيجريشن راح يقول لي انت تريد تسوي ريسيت لكل الكونفيجريشن وتعمل ريبوت المن للمايكروتك. اقول له يس، اقول له يس. راح يمسح لي كل الكونفيجريشن اللي موجودة، حتى الديفولت كونفيجريشن اللي تكون من الشركة المصنعة على المايكروتك. كذلك إذا كان عندي يوزر نيم راح يتم حذفهم، ويرجع المايكروتك لإعداداته قبل إيش، قبل أن لإعدادات الشركة المصنعة، العفو. فمثل ما تشوفون أنه حتى عندي الشبكة تحولت على الجهاز الثاني، يعني المايكروتك الثاني. أجي أسوي له كانسل، أتأكد أنه لما يعمل ريبوت كامل. أوكي، يعمل ريبوت. أبحث عن الشبكة مالته حتى في سبيل أنه أسوي كونكت، وتظهر عندي إيش، تظهر عندي بالوين بوكس. أوكي هنا، أوكي على الشبكة المفروض انه انحذفت عندي الـ configuration ككل، يعني ما اعرف انا ليش طلب مني باسورد. راح نرجع نشوف الـ config اذا تم حذفها او لا. اوكي هنا ارتبط، هو ارتبط، واضح. ارتبط بال اوكي، ارجع لل كونكت، يطلب مني صور، هو ما يحتاج باسورد، ما يحتاج باسورد. يعني يقول لي cannot connect to this network. اوكي خلينا اوكي سوي disconnect من هاي الشبكة، كذلك هاي الشبكة سوي لها، إذا رادت ترتبط أسوي لها disconnect. أوكي سوي disconnect من هذه الشبكة، منتظر يعمل إيش، يعمل أوكي. هسا حاليا أريده يسوي أوكي، خلي أخفي الشبكة لأن أنا أريد أرتبط wireless طلاب، يعني أريد أرتبط بالمايكروتك، اريد ارتبط به من خلال الوايرلس. باعه هسه حاليا ظهر عندي شنو، ظهر عندي المايكروتك، هذا المايكروتك ظهر عندي بهذه الطريقه. فقط عندي ماك ادريس والاي بي ادريس، الادنيفاي مالته مايكروتك، وهنا الفيرجن تبين، والبورد يعني نوعيته، وكذلك هنا الاب تايم. راح اسوي له شنو، راح اسوي له كونكت، اسوي له كونكت.
بهاي الحالة أنه أجي على أول خطوة أنه أسويها، أجي على الانترفيسز بالبداية، أشوف الانترفيسز اللي موجودة عندي. تلاحظون الواي فاي تكون غير مفعلة، الواي فاي غير مفعلة، أسوي لها شنو؟ أسوي لها enable. الواي فاي أسوي لها شنو؟ enable. واضح؟ هسه تفعلت عندي شنو؟ تفعلت عندي الواي فاي. تلاحظون هو هذا النوعية من المايكروتك يحتوي على يعني نوعين من الأنتينا، وحدة تبث على 2.4 وحدة تبث على 5. بعدها رحت على ايش؟ بعدها رحت على الوايرليس، تأكدت انه هذه موجودة عندي. كذلك اوكي نرجع على البروفايل، نروح نعمل بريدج. حاليا انه اني اريد اسوي بريدج واضيف لهذا البريدج ايش؟ اضيف له بورتات. اجي مثل ما تشوفون ببساطة اقول له ابلاي، اول فقط راح اضيف بريدج واحد، اضيف بريدج واحد، واجي هنا انقر على البورت تاب، انقر، وهذا البريدج اضيف له شنو؟ مثل ما تشوفون هنا اضيف للايثر 2 عدا الايثر 1، باعتبار هذا الايثر 1 هو الكيبل مال الانترنت، يعني مربوط بالايثر 1. فاجي اخلي الايثر 2 اخليه على البريدج 1 واقول له ابلاي، واجي على الايثر كذلك الايثر 3 واقول له ابلاي، وكذلك الايثر شنو؟ الايثر 4 واقول له ابلاي، واوكي، وكذلك الايثر 5 اقول له شنو؟ اقول له ابلاي، اقول له شنو؟ ابلاي. واروح على شنو؟ اروح كذلك على الوان الاولى، كذلك اضيفها ضمن البريدج، اضيفها اقول لها ابلاي. والوان الثانيه، الوان الثانيه كذلك انه اقول لها شنو؟ اقول لها ابلاي. هسه حاليا انه اصبح عندي كل البورتات سواء كانت الواير والوايرليس هي تندرج تحت ايش؟ تحت البريدج 1. طبعا ممكن انه اني انشئ بريدج اخر، يعني ممكن انه انشئ بريدج اخر، واضح، واضيف له مثلا اقسم مثلا كل بورت اخليه على بريدج او كل بورتين، او مثلا الواي فاي الاولى على البريدج والواي فاي الثاني على البريدج. هذا يعتمد على شنو؟ يعتمد على سياستك انت بالشبكه يعني. فهنا اوكي عملنا بريدج، ونروح بعدها على شنو؟ بعدها نروح على الاي بي، على هذا التبويب او المنيو، نختار منها ايش؟ نختار الادريسز. نختار شنو؟ نختار الادريسز. تلاحظون قبل لا نختار الادريسز نجي نفعل ال DHCP client. ال DHCP client تعرفون انه بما انه المايكروتك الان مالته يعتبر شنو؟ الان مالته الايثر واحد، بما انه هو يعتبر يعني مدخل للانترنت، يعني بورت ادخال للانترنت، فهو ايش جايته السيرفيسز من ايش؟ جايته من مصدر اخر. بهذه الحاله المايكروتك اللي انا اريد اسوي له كونفيج والبورت مالته الايثر واحد هي مرتبطه على الانترنت، بهذا الحاله هو يعتبر كلاينت. ليش؟ لان مزود بخدمه انترنت. واضح؟ فاجي اقول له على انقر على هذا الاد، وفقط انه اجي على الايثر واحد وين انا رابط الكيبل مال الانترنت، واقول له شنو؟ ابلاي، واقول له ابلاي. تلاحظون هسه استلم ايش؟ اخذ الاي بي من المزود، اخذ الاي بي، وكذلك اخذ شنو وياه؟ اخذ وياه الدي ان اس، وكذلك اخذ وياه شنو؟ الديفولت راوت اللي هو متمثل بالاصفاره، وهذا كل الانفورميشن اللي استلمها. بهاي الحاله انه اصبح انه البورت واحد، البورت 1 يعني الايثر 1 اصبح ايش؟ يعني مزود بالانترنت، مزود بالانترنت. بعدها اجي على الادريسز، اجي على الادريسز، وايش تلاحظون هنا؟ دايناميك، اضيف عندي شنو؟ الدايناميك ادريس اللي تم استلامه. اجي اني اضيف شنو؟ ادريس. هذا الادريس اللي راح اوزعه او راح ازوده المل للكلاينت. واضح؟ باعتبار انه البورتات الاخرى
يعني الإيثر واحد والإيثر 2 والإيثر 3. الإيثر 2 العفو مو الإيثر واحد، باعتبار الإيثر واحد هو كلاينت. الإيثر 2 وال 3 إلى ال 5 مع ال 1 1 وال 1 2 بحالة موجود، هذه كلها تعتبر شنو؟ كلها تعتبر out. يعني بما أنه هي تعتبر out، يعني لازم إيش؟ لازم يتم تزويدها بإيش؟ بسيرفر DHCP سيرفر، في سبيل أنه شنو؟ في سبيل أنه تمنح IP، ومعناها تمنح انترنت سيرفيس. فأجي أخلي الاي بي، أجي أختار 172 مثلا 20 واحد واحد، وأنطي بريفكس 24، أنطي بريفكس 24. أنا وين يعني البورتات اللي هي من إيثر 2 الإيثر 5، هذه بالنسبة لللان أو الواير، والوايرليس 1 والوايرليس 2 وين أنا ضفتها؟ ضفتها على البريدج 1، ضفتها على البريدج 1. فأجي أختار شنو؟ بريدج 1، في سبيل أنه هذا الـ DHCP سيرفر، DHCP سيرفر اللي راح أفعله راح شي يسوي؟ راح أي جهاز يرتبط على الإيثر 2 إلى الإيثر 5 أو على الوايرليس اللي هي 2.4 بهذا المايكروتيك أو الـ 2.5 أو الـ 5 العفو، راح يزود بإيش؟ يزود بإيش؟ بآي بي من هذه الشبكة اللي إحنا هسه حددناها. طبعاً هذا الآي بي راح يكون هو الآي بي مال الجيتوي، هذا الآي بي رقم واحد دائماً يكون الجيتوي، البريج راح تكون هي الجيتوي. أقول له أبلاي هذه الشبكة، واضح؟ وأقول له أوكي، أقول له أوكي. بعدها وين أروح؟ بعدها أروح على الـ DHCP سيرفر. هذا الـ DHCP سيرفر مثل ما تلاحظون عندي خيارين، إما أقول له آت ويعني أسوي له كونفيج للـ DHCP سيرفر، أو أكو طريق آخر اللي هو الـ DHCP setup. هذا الـ DHCP setup أنقر عليه مثل ما تشوفون، وأني وين ربطت الأدريس اللي ضفته، يعني ضفته بالأدريسز، وين ضفته؟ نرجع ضفته على البريدج 1، نجي على الأدريسز هنا وين ضفتها؟ ضفتها على البريدج 1. بهاي الحالة أنا أجي هنا أختار البريدج 1، البريدج 1 إيش استدعيت؟ هذا الآي بي، هذا كان الأدريس سبيس اللي متمثل بآي بي الشبكة، بعدها الجيتوي اللي متمثل بالآي بي اللي محدد للبريدج 1، بعدها راح يقول لي هذا هو شنو؟ هذا هو الرينج اللي تم اختياره من 2 إلى 254، باعتبار الآي بي واحد هو جيتوي. دائما احنا كسياسة نخلي من 10 يبلش، لأن بعض الأجهزة نحتاجها كستاتيك، يعني مثل البرينتر كذلك السيرفر and so on. أقول له next، راح يجي إيش؟ يستلم الـ DNS servers، استلمها منين؟ من المزود، من البروفايدر اللي هو متمثل بمصدر الانترنت. هنا عندي الليست تايم 10، يعني يفضل ان تكون 10، واقول له ايش؟ واقول له نيكست. هنا يقول لي تمت العمليه شنو؟ بنجاح. هسه حاليا اصبحت هذه البورتات اللي مرتبطه بالبريدج 1، اللي مرتبطه بالبريدج 1 هاي اللي تشوفوها من ايثر 2 الى الوايرلس 2، واضح؟ هذه كلها المرتبطه كلها إيش؟ تبث على إيش؟ ضمن البول اللي تم اختياره على الآي بي شنو؟ 172.20.1.0 ضمن هذه الشبكة. الأمر الآخر اللي أنا لازم أتأكد منه إنه لازم الـ DNS أسوي له كونفيج، مثل ما شوفون هو موجود عندي كدايناميك سيرفرز، فأني أجي أخلي الـ DNS الآي بي مالته 8.8.8، وأجي أضيف الآي بي الآخر 8، عندي 8 أوكي 4 4، وأقول له allow للريموت ريكويست، سوي له وأقول له apply وأقول له أوكي. بعدها أجي على شنو؟ أجي على أوكي. هنا الفايروول من أجل شنو؟ تفعيل النات. تعرفون هذا بروتوكول من بروتوكولات النيتورك لاير، مهمة شنو؟ يسوي ترانزليت البرايفت اي بي، هذه من جهة السندر، البرايفت اي بي يحوله الى بابليك اي بي، ويحتوي على 3 يمكن ميثودز، اللي هي الطريقة الاولى انه احنا نختار يعني نشتري بابليك اي بي، يعني
وهذه الطريقة دائما تكون محددة. يعني إذا كان عندي 10 أجهزة أنا لازم كل جهاز يحتاج إلى Public IP، هاي تكون مكلفة. وكذلك الطريقة الأخرى مكلفة وممكن أن تسبب لي يعني نفاذ، يعني سرعة نفاذ أكثر للـ IPv4. وعندي الطريقة الثانية يعني أخذ بول، أشتري بول، وكذلك هذا البول كذلك عدد الأجهزة محدد بإيش، بكمية الآي بيات اللي موجودة ضمن هذا البول، أو طريقة تسمى طريقة البات اللي يكون عندي فقط واحد بابليك آي بي، ويتم إيش، ويتم العمل على البورتات. يعني يكون دائما السورس والديستنيشن يكون الشغل على البورتات. فأجي هنا أني أسوي لآد، أسوي لشنو آد، أختار الشن، عندي أني سورس نات وعندي ديستنيشن نات، أختار السورس وأجي على الانترفيس أوت. هنا الانترفيس أوت أنا عندي شنو الانترنت وين مرتبط، على الإيثر واحد، أجي أختاره أو وأجي أختار لهناي ما سيكيورايت. ما سيكيورايت هي شنو، هي أحد تقنيات شنو، أحد تقنيات النات، وأقول له أبلاي أو أقول له شنو، أقول له أبلاي، وأرجع أتأكد أروح على الراوتس اللي موجودة عندي. الراوتس مثل ما تلاحظون عندي الديفولت راوت أوكي ريتشابل، كذلك هذه الشبكة على البريدج 1 ريتشابل، وكذلك هذه المزود يعني كذلك على الإيثر 1 ريتشابل. أجي كذلك البول اللي تولدت عندي، البول يعني مجرد أباوع عليه هذه، ممكن أنه أنا أضيف بول آخر، يعني ممكن أنا أحدد البول من هذا الخيار. حاليا أنه بعد ما أني كملت الكونفيج بالنسبة لي المايكروتك، أرجع على الوايرليس، أرجع على شنو، على الوايرليس. عندي بالوايرليس أكو السيكوريتي بروفايل، هنا السيكوريتي بروفايل دائما يجيني إيش، يجيني مفتوح الإيش، يجيني مفتوح الـ يعني الأكسس للوايرليس. فأجي أقول عليه دبل كليك وأختار شنو، أختار دايناميك، دايناميك كيز، واختار هاي التو الجوريثم. يعني تعرفون بعض الأجهزة تعمل على هذه وبعضها، في سبيل أتأكد أجي أضيف له مثلا باسورد، أي باسورد أضيفه هناي في سبيل أنه يكون عندي مؤمن الباسورد، وهنا أقول له شنو، أقول له أبلاي، أقول له شنو، أقول له أبلاي، في سبيل أنه أنا عندي هذه الشبكات اللي موجودة عندي، هذه الشبكات هنا كذلك الـ SSID أتحكم بيها. هنا مثل ما تشوفون أجي على الـ SSID، كذلك هنا أختار أختار IP Bridge، واضح IP Bridge، وأختار لهنا هذا الإيثر يمكن على الـ على الـ 2 جيجا، هذا الـ 2 جيجا أختار الثلاث يعمل عليها الـ B والـ G والـ N، واضح. وهنا أوكي هنا 20 ميجا هرتز، والفريكوينسي هنا اختارها اوتو، الفريكوينسي تكون افضل. والاس اس اي دي انا اجي اختار له مثلا اسميه تريننج واحد، واقول له يعني هذه بالنسبه لي. وهنا الفريكوينسي والانستليشن اوكي، الفريكوينسي هنا كل عندي channel اوكي، كلها هذه الجنرال عندي اوكي، اقول له apply، اقول له شنو، اقول له apply. هذه اول ضبطت اول انتينا. اجي الثاني هنا نرجع كذلك نروح على هذا التاب، باعوا هنا ال wireless LAN 2 هذه اسمها حتى ال IPQ 4019، هاي ممكن تذهبون للويكي تتأكدون من الفيتشرز لهذه لهذه شو اسمه يعني لهذا النوع. ها هنا ستيشن باعوا، هاي مشكلة لازم أروح أختارها اي بي بريدج، باعوا أنا هنا كان عندي المشكلة اي بي بريدج، فهنايا لازم أوكي هنايا أقول له أبلاي، أقول له أبلاي وأقول له أوكي، وأقول له أوكي لازم أتأكد قلنا. واضح مثل ما تشوفون هنا تلاحظون
اوكي هنا باعوا، هنا مايكروتيك تريننج، ممكن ندخل كذلك على هذا المايكروتيك تريننج ونتأكد من الانترنت، نتأكد من الانترنت. اوكي هنا سوى كونكت، هنا اتأكد من خدمة الانترنت موجودة او لا. باعوا، خدمة الانترنت موجودة، خدمة الانترنت موجودة على ايش؟ على كذلك المايكروتيك تريننج. زين اذا قلت له ديسكونكت اتأكد انه هو باعه سكيور. واضح طلاب؟ هذا كل ما يخص ايش؟ كل ما يخص عملية الانيشال كونفيجريشن بالنسبة لجهاز المايكروتيك. شكرا.